الحكومة التي كلف بها الدكتور شتية لا تنسجم مع المعايير التي نعتقد أنها ضرورية في المرحلة الراهنة من مراحل مسيرتنا الوطنية. نحن الآن نواجه أولوية قصوى هي إجراء الانتخابات العامة، خصوصا بعد أن وافقت كل القوى الرئيسية على مبدأ الانتخابات، ولذلك نحن كجبهة لن نشارك. الأغلبية في قوى التجمع الديمقراطي أيضا اعتذرت عن المشاركة، بعض القوى لا زالت تدرس هذا الأمر.